ايه هو الماتش مش متذاع ولا ايه؟ لا الماتش بيتعرض حصري والقناة مش عندنا. سخيف قوي الموضوع ده. انا عن نفسي ما بقتش عارف اتفرج على اي ماتشات خالص للاسف. بس اعتقد عندنا في الشغل هيعملوا اشتراك للقنوات دي عشان كل زمايلي عايزين يلحقوا يشوفوا الدوري الاوروبي. وانت بتتفرج على التلفزيون؟ امال ايه؟ لا عادي، بس يعني في بني ادمين مش بتتفرج على التلفزيون. تشرب حاجة؟ تشرب حاجة؟ لا متشكر جدا، ألف شكر. شكرا. طب بتعرف تعمل شاي؟ لا للأسف. خلاص مفيش مشكلة يعني. طب أنا هقوم أشوف لك العزا خلص. يا ريت لو سمحت. هيا لولا، لقيتي حاجة؟ اديني بدور، اظن دي كويسة. وريني كده. لا حول ولا قوة الا بالله، اللي ما في حاجة منطقة وش البيت. معلش اصلها جاية من الشغل على هنا على طول. لا ورحت الجامع الاول جبت اذكار للعزا. يعني لو ما كانتش راحت تجيب الاذكار كان وشها هيبقى منور. بس يا بت، ايه اللي في ايدك ده؟ هاتي واحدة. اهو البنطلون ده مع بلوزه سودة مع طرحه حلوه هتبقي شيك وزي القمر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، قلت ما بلبسش بنطلونات انا. ان شاء الله ما لبستي. لا هنعمل لك ايه بقى؟ يا جماعه بالله عليكم خليها تنزل تجيب لي عبايه الزيتي والطرحه اللي لايقه عليها. زيتي ايه وزفت ايه اللي هيبهتك زياده ما انت بهتانه؟ الحياه المره بدات تظهر. طب خدي حطي شويه بلاشر. لا بلا بلاشر بلا بشرش. اتنيلي وحطي الزفت اللي في ماما والنبي بيعملي حساسيه في شيء. حساسيه ايه ده؟ هاتي هاتي يا جماعه هاتي نورها شويه. خدي دي بوز. لا انا ما بحطش بلاشر يا ماما. يا ماما والنبي يا ماما بس والنبي بس يا خالته بس والنبي. لا بقى ايه شكلك غريب؟ مش عايزه الحاجات دي، مش عايزاها. امال بتعملوا ده اي كلام؟ نزلوها كده وخلاص والله ما فارقه. عشان خاطر خالتك امسكي ايدي على اهلي كلهم. استغفر يا رب. ماما انا مش قلت لك تحطي نايف فؤاد في العلبه؟ فين الفتة؟ الفتة؟ الفتة عندك موجودة، جاتك نيلة انت وفؤاد والفتة والعلبة. الحلل بتوعي. انزلي يا هبة، انزلي هاتي الحلتين من تحت، دول أكبر حلتين عندي. أنا معرفش مين اللي هيقعد في الشقة. أكيد مش أنا اللي هنزل وباين قوي. هو أنت ما تعمليش حاجة في دنيتك أبداً؟ يا ساتر يا رب. طب خلاص أنا هنزل. هي لسه فيهم فتة؟ طبعاً مليانين، هو حد لحق يمسهم؟ ابقي فضي الحلل يا هند. ها؟ ماشي. وما تنسيش الغطيان. وبيخدي نصيب فؤاد. تعالي بقى تعالي عشان خاطري والنبي بقى انتوا الاثنين بقى والنبي بقى والنبي والنبي سيبوني في حالي. بابا محتاج مساعدة؟ لا يا ابني. مساء الخير. مساء النور. دي حلل فاضية بتاعت خالتي، هي قالت لي انزل اخدهم يعني عشان انت عارفة الحلة العزيزة يعني وكده. بس انا فضيت لكم الفتة في علب، يمكن يعني حد يجوها بالليل ولا حاجة. لا لا خالص احنا مش هناكلها، واحنا اصلا كده مش قاعدين، والفتة هتبقى تقيلة على انكل يعني، فممكن تاخديها لو عايزة. لا اخدهم ايه؟ لا لا بالهنا والشفا على اي حد. طب بجد ميرسي قوي، احنا عارفين ان احنا تعبناكم من الصبح. لا ان شاء الله يعني تبقى اخر الاحزان. مع السلامة.
على مهلك على مهلك. على مهلك. خليني أنا أساعدك. الولاد فين؟ بقى لهم ساعة في العربية. ليه انتوا ماشيين؟ عمالين بيزنوا من الصبح خايفين يباتوا. طيب يا أية وديهم لأنكل وتعالي. مش هينفع يا حبيبي، مش هينفع أسيبهم في يوم زي ده لوحدهم كده. وبعدين أصلاً أنا ماليش لازمة إن أنا أقعد، ولسه ما حضرتلكش شنطة السفر كمان. هتيجي إمتى؟ إمتى إيه؟ مش لما بدوي زبط الطين ده يكلمني وأعرف هعمل إيه في موضوع بابا ده؟ طيب ممكن أتليست تنام ساعة واحدة بس قبل السفر بليز عشان خاطري؟ ولو عايز أي حاجة في الشنطة يبقى قول لي عشان أحطها لك. أيه أنا مش مرتاح، مش مبسوط. ما ينفعش أسيب بابا دلوقتي في الظروف دي وأسافر. حبيبي أنت ماضي عقد، وده برنامج هوا. باين أنت عملت اللي عليك أوريدي وخليت بدوي يحاول يأجل ومعرفش. أنكل دلوقتي محتاج يا ممرضة يا حد مختص في الحالات اللي عاملة زي كده. ماشي تيجي الممرضة، إيه المشكلة؟ إيه اللي يمنع بقى وجودي هنا؟ ها؟ بإيه؟ أتكلم معاه؟ أطمن عليه؟ يا وليد هو أنكل بيتكلم أصلاً؟ ده إحنا لما نيجي نزوره هنا ما بيقولش كلمتين على بعض، ده لو قال حاجة. علشان أكيد متضايق مننا. لا يا حبيبي هو مش متضايق مننا ولا حاجة. كل اللي فيها إن في ناس لما بتكبر في السن ما بتعرفش تتعامل مع الموضوع، مش متقبلاه. مش أنت بتقول كده في البرنامج بتاعك؟ آه. طيب. أهم حاجة بس ما تسيبش أي حاجة ذهب ولا حاجة غالية في البيت عشان ما حدش يطمع فيها. خلاص بقى عشان خاطري، متقلقش.